غيور بشكل مش طبيعي. وابان لا يعني ابان في الهادي ولكن غيور جدا جدا بس ما بينش بقى. اهلا واضح، انا الشريف رمزي وسعيد ان انا معاكم النهارده. لا بلاوي، لا مش مرئي، لا لا بلاوي زرقاء طبعا. لا يا لا، ده انا عامل كل حاجه في الدنيا يعني، حاجات كل حاجه من اول حاجات القبيحه لغايه اللي مش قبيحه، كل حاجه عامل، كل حاجه هدخل اشوف كل حاجه انا عايز اشوفها، وادخل اي مكان انا عايز ادخله، واعمل كل حاجه انا، لان انت الشهره بتخليكي دايما انت تحت الميكروسكوب. فلما مش مرئي ده، لا ده انا اعمل اللي انا عايز وادخل يعني افاصل، نفسي افاصل، عمري ما فصلت يا عمري، اشتريت حاجه وفصلت بتكسف قوي، يبقى في حاجه بس غاليه جدا وانا عايز اقوله ليه يا عم، وببقى لا معي، يقول لك ده كلام، فببقى لا ما بفصلش. فالانفصال مثلا ده حاجه احنا محرومين منها كفنانين يعني. الغيرة والحسوكة والعصبية الزايدة على حاجات ممكن ما تكونش ليها لازمة، والحاجات كتير والله، وحب الاستقرار الزائد. من أول أفلم يعني يمكن أسرار البنات من أعمال اللي عشان كان بدايتي، عجميستا، حاجات كتير، بتوقيت القاهرة مثلا كنت من الأعمال اللي حبيتها، لأن كان أستاذ رائع كبير نور الشريف، العراف مع الأستاذ عادل إمام، أفلام كتير، المسافر مع أستاذ عمر الشريف، حاجات حتى الهلس يعني، حاجات سمير وشهير وبهير، هاتولي راجل، الحاجات دي كلها حبيتها برضو جدا. ويف والله كان اخويا الصغير مش عارف ينطقش الشريف فيقول لي ويف. اغرب عاده؟ لا انا عندي عاده في الاكل بقى، انا بحب الاكل جدا، ودايما لما اجي اكل تلاقي طبقي معروف وسط الاول ما نقوم على السفره، طبقي الوحيد اللي تعرف مميز بانه مليان حاجات يعني، انا بقعد افلتر من الاكل كم حاجات والله ما بهزر، جلده مش عارف ايه، لا حته مش عارف مين، حته ما تعجبني، حته غريبه يعني، لو باكل مثلا ان شاء الله باكل اي حاجه رز، الاقي رزايه لونها مش اروح متجنبها. حدث جنوني عملته في حياتي اني اتجوزت، يمكن ده هو ده يعني حاجه مجنونه يعني. شكرا واضح.